بحب أعرف منكم مين بالليل عمل هالحركات وضليتوا واعيين لكل الليل. يرفع أصبعه. ها هذا أول واحد. مين كمان؟ مين كمان؟ مين كمان؟ قصدك المقلب يعني؟ المقلب. لا احنا نمنا مش احنا نمنا الساعة 3 وصحينا الساعة 6 الصبح عملنا المقلب. وليه الساعة 3؟ عشان ما كنا كنا بنعمل حاجات تحت في ال... كنا كنا بنقيس نعيمة حلوين شعراتي لابقين لك اكثر مدام ماري كلمة واحدة بس كنا بنقيس فضلنا قاعدين لغاية الساعة 3 كنا بالدور بس. طيب وشو عملتوا المقلب وين صار؟ تفضل صار هون بالاكاديمي. فهمت وين بالقط النوم بالهول بقط النوم النوم فوق يعني كل حاجه صار في ردات يعني طلع الشباب صح. واي ساعه خفيتوا؟ اي ساعه خفيتوا؟ 7 الصبح. عظيم. بتعرف شو رح يصير فيكم؟ كلكم رح تنشزوا بالبرايم. احذروا ليه؟ لانه ما في اصعب من واحد يوصل الليل مع النهار. هلا ما رح تحسوا بعد قبل الظهر، بس من بعد الظهر وبين رايح رح تتعذبوا كثير ورح تتعبوا كتير لانه ما تنسوا انه لا يبلشن لنا يكون نعس ونوه. لا دي الوحيده اللي المقلب بتعمل اصلا ما قامتش شافتنا حتى يعني. وانت شو شاطر بتعرفي في مثل بالفرنساوي بيقول مي في فو دو لو دوس، يعني يلي بيكون هيك رايي انتبهوا منه. ما هو مدام ميري اصل والله احنا مش احنا اللي ابتدينا. والله صار عم يحكي قبل ما كنت اسمع صوته. هلا مش احنا اللي ابتدينا اصلا. مين؟ مش انتم؟ والله هم يعني هم اللي غلطانين. مش شباب رفايا تفضل معي مول معروف. على فكره عباس ما كملش امبارح، كان في حاجات حضرتك عايزاها منه يعني. بعرف انه عباس، بس عباس مقصص هلا شي نص ساعة. يلا رفايل بس ليك انت منك هين محمد، عم بكتشف انا كل يوم عن يوم عم شوف اشياء بيناتكم. انا؟ ايه ليه بس انا غلبان؟ ايه بس تعا هضامي ما منك سائل بس مهضوم. ايه طيب هلا ما بدي ولا كلمه تنتبهوا شو عم بصير هون بليز شباب. اوكي خلاص حطي حمره. انا ايه تعبوني صحوني ساعه كل سبع بريئه يا انا معك يا رب. راحت هيك دايما عم فكر انه بدي افتح كمان. معليه ليك منا هينه بفكروها هينه بس متى كمشتا خلاص تكرش كل شيء. فتحة منيحة بس عملت بدي مي لفوق. ايه لفوق. ايه بعرف اني طالعة بس خد نفس. طلع لا راحت هاي دفشتها لقدام وقشطت. ليك بليز مي اي اعلى مش تدفشة. مسكها وقت تعمل هيك هيك. طيب هي زيتها تلفظها وبتنزل يلا بس اعطيه كل فتحة تمك عرضه طول لاخر نوتة فوق. عندك شوي بتعمل هيك خليك طبيعي. شو فهمت مني؟ يا الله شو هالصبي مروان حبيبي. الميم سكرة الآ مفتوحة بالعرض خلاص. ايه بس انت عملت لها قلت لها هيك يلا بدنا نطلع. يلا متحمسة أكتر مني. ما أنا المتحمسة. يلا
لا قلنا الميم سكره الآ مفتوحه وهول بضلن هيك فهمتوا؟ برجع بعيد آ مفتوحه يلا مي تحكت فوق وتحت مي ليك تمي ليك هون وليك هون هون شي هون شي طريب يا مروان بفكروها هينة ايه عنجد على التلفزيون شفت شوفوا وتعلموا بليز افتحوا تمكن ايه مثلا سأبتكم بالجمله كلمه مرأة بالجمله ما رأيت ما بروفيتي استفيدوا افتحوها افتحوها تا هالصوت يظهر لبرا طب اذا بالحروف مخارج الحروف بين تبع الغنيه يعني كلام الغنيه لحظه ولو خليني اسمع من انا اذا مخارج الحروف بالجمله ايه الغنية. ايه ما في بيقطع هالبوزيشن بلا ما مرقى بالإيه مرقى بالهوارة بتقو صوب الآ الأو صوب الآ هوارة مش هوارة هوارة إيه اللي بيجي لفظة هيك نعم لا أنتم مغيرين أنا بحكي بضميري مغيرين كيف مغيرين عم بحس بعينيكم بقرأ بعينيكم عم بتفكروا بالبوزيسيون ما فيكن أكتر من هيك هلأ هيك جمعة الجاي أحسن جمعة البعضة على أحسن إرادتك رجع طبق مش بإرادتي متعودين هيا لا فتحتي تمك فتحتي تمك أنت بس بدنا يكونوا الوصلة بين صوت الصدر والرأس يكونوا زيت الريزونانس زيت الليونة زيت إيه شديتي على صوتك ما تشدي بس حاولت إنه أطلع على له لحد إيه بس ما تشدي ما بقى تشدي انت عم تغني بس افتحي تمك ايه اذا الله راد على في الاغاني يعني رح توقع الاغنيه اللي رح نغنيها إيه؟ مثلا في على الا بفتح وعلى الاي لكن لا الاي هيك اي ما في تذكير مثلا بتعملي هيك والاي بتجي لقدام